وهذا وغريب هذه المساله والله الا غريبه. هاد الناس هادو راه ملي كيمشيو للادارات العموميه الى 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 كتكون واحد النظره سلبيه تجاههم بحال جيتي انت مترامي، واش انا جيت لقيتكم مرخصين وكتقول لي جيت خدم. والناس الان كتعاني، كاين اللي مسكين باغي يدير غير سكن لائق ديرو فين يسكن وتحرم منه. والله الا كانوا معنا ناس الا ماتوا، كانوا معنا ناس ماتوا، كانوا معنا ناس اللي خلق لهم مشكل. كاين اللي غتسلف اليوم تم عقد ندوه صحفيه بمبادره من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج والمتعلقه العالقه حقوقهم بهذا العقار المحبس، وفي حنا كاينين دابا بالضبط اللي هو عقار ديال سيد رحال، عقار المحبس اللي في سيد رحال الشاطئ، واللي كتبلغ المساحه ديالو 500 قطار، واللي هو تابع للوصايه ديال وزاره الاوقاف. هو هذا عقار محبس، حبس معقب كنعنيو به، يعني حبس عائلي ديال 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 موالينو. اجتماع الدار من اجل تسليط الضوء على 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 تسليط الضوء على هاد المشاكل اللي كيعرفوها هاد العقار. وهاد الندوة اصلا كان العنوان ديالها عندما تكون القرارات الاداريه عائقه للتنميه. هاد العقار هذا عقار محبس، كانوا تفتحوا فيه واحد الوقت في السبعينات وعاوتاني وفي التسعينات تفتحوا فيه تراخيص، واصلا هو مغطى بتصميم تهيئه اللي دار في 2001 تفتحوا فيه التراخيص. جينا احنا مثلا انا كمقاول وناس اخرين وكاين ناس اللي جاوا كوداديات كتعاونيات، جينا لقينا الجامعه كترخص باشراف وبموافقه من السلطه الاقليميه. توكلنا على الله بحسنيه وبدينا خدامين. ساعه مني دخلنا ولينا كنشوفوا واحد التقلبات، واحد القرارات متقلبه، كل كيرميك الجهه السلطه الاقليميه تربيك الاوقاف، من بعد الاوقاف تربيك لهنا، ما كاين يعني في الاخر ما كاين حتى حاجه، يعني كل شيء متضرر. في 2011 كان ديك الساعه السيفانيد الله يذكره بخير، 2011 السيفانيد ضغط شويه لانه كان معني بالتنميه ديال المنطقه، وضغط وعاود ضغط وعاود ضغط وخرج بواحد الاتفاق مع وزاره الاوقاف بانه غيدار حل المعاوضه وما غيدارش حل ديال التصفيه. هذيك الساعه خرجوا واحد الثمن ديال البقع اعاده الكاله ديال اول صنف ديال البقع في هذا العقار المحبس اللي هو بقع اعاده الكاله، ودار الثمن ديال 80 درهم المعاوضه. وبالنسبه لباقي البقع قالوا لنا من بعد، وكاين الكتاب ديال السيد الوزير اللي كاد هذا الشيء، اللي السيد الوزير صيفطوا للوزير الداخليه، وزير الداخليه بدوره صيفطوا للسيد العمل، واللي حنا طلعنا عليه وقريناه وكنحتفظوا بالنسخه منه اللي كيقول فيها السيد الوزير اعاده الهيكله حددناها في 80 درهم، وبالنسبه لباقي البقع سيتم الاتفاق عليها لاحقا وبين جميع الاطراف اللي هما حنا. وحنا بدينا كنشتغلوا ملي سمعنا الامور هذه بحال هكا، بدينا كنشتغلوا على حسن نيه، قلنا راه الاثمنه ملي غيبغيو يديروا الاثمنه ديال المعوضه يديروا الاثمنه ديال المعوضه راه غادي يتفقوا معنا وغنتوكلوا على الله. بدينا خدامين، فاذا به نفاجأ وكنتصدموا من بعد واحد الاثمنه اللي هي تعجيزيه اللي صدرت في 2018 اللي لا علاقه لها ب 80 درهم ولا علاقه لها حتى بهذيك 500 درهم اللي كانت وزاره الاوقاف اقترحتها في يامات السيفانيد، وحنا اللي قلنا لها لا راه بزاف هبطي شويه. وديك الساعه قالنا السيد مدير الاوقاف في واحد اللقاء معه في مقر الوزاره في الرباط، قال لنا زيدوا خطوه، زيدنا ثلاثه. حنا كنا اقترحنا ديك الساعه 100 درهم، هو اقترح هو كان قال 500 درهم مدونه في محاضره رسميه، قال 500 درهم. من بعد ملي حنا عطينا 100 درهم قلنا زيدوا خطوه، نزيدنا ثلاثه، يعني كان الثمن غيتحدد في واحد 200 250 درهم. مزيان حنا خدامين صافي، قلنا سير تخدموا وعندنا ما يفيد، عندنا محاضر اللي قالك سير تخدم. ومني خرجوا الاثمنه المعوضه جيت خلص، مشينا خدامين حطينا فلوسنا لا حنا ولا الجاليه، كاع المدخرات ديال الجاليه حطتهم. من بعد فاذا به نفاجئ بواحد الاثمنه اللي هي خلاف اللي ما اتفق عليه، خلاف الالتزامات والتعهدات ديال وزاره الاوقاف، اللي ولات 2500 درهم. من 500 درهم ولات 2500 درهم. ملي مشينا كندويو معاهم قال لك لا راه حكا خبره ثلاثيه، هذه راه دارت واحد الخبره ثلاثيه اللي داروها ثلاث الخبراء. وهاد الخبره ملي دارت يعني المقارنه ديالها قارنت بالعقارات المجاوره، ولكن هي نسات بان العقارات المجاوره راه عقارات خالصه الملكيه، تيتر نت تيتر كلير، هذا عقار معقب، فهو بالتالي متقل بحقوق عينيه وحقوق عرفيه ديال مولينا، منهم حقوق انتفاع. يعني كان على الخبره الثلاثيه تقول لك اودي كانت تقتصر فقط على حق الرقابه، في التقويم تقول لك انا كنقتصر على حق الرقابه لان حق الانتفاع ديال مولينو، حق الملكيه اللي هو التام ما كانش خصها تقوم على حق الملكيه التام، لا كانت خصها تقتصر فقط على حق الرقابه. وطحت في هذا الخطا هذا وقمت واحد الاثمنه اللي هو تعجيزيه وخلاف اللي ما اتفق عليه في المحاضر الرسميه ما بين السلطات الاقليميه وما بين وزاره الاوقاف وبحضور ديالنا حنا.
2018 صدروا الأثمنة اللي هما تعزيزيين وأثمنة كارثيين. مني السيد العامل راسلهم في 2018 وقال لهم راسلهم في 2018 وقال لهم هاد الأثمنة راهم غاليين، راه كاين إكراهات وكاين وكاين، ورجعوا للمحاضر اللي كتبوا والالتزامات اللي كتبوا درتو. كيجاوبوا السيد الكاتب العام السابق كيجاوبوا كيقولوا هاد الأثمنة جد مناسبة. الغريب يعني كيقولوا جد مناسبة وكيقولوا هاد الأثمنة هما اللي كاينين والناس تحبسهم حبس عليهم الترخيص تيخلصوا هاد الأثمنة هادي. وهذا اعتبر ماذا؟ اعتبر منع بات بطريقة ملتوية للبناء والتجهيز، واللي اللي بنا ما بقاش قدر ياخذ بيرمي دابيتي، واللي في النص ديال الطريق في التجهيز وفي كل شيء بقى حاصل، ولا الانسان ما بقى قدر يزيد خطوه لقدام ولا يرد خطوه للور. بقينا حاصلين لمصلحتي من؟ لمصلحتي حتى واحد. والغريب وزارة الأوقاف كتقول لك هادو أثمنة جد مناسبة، باقي الآن الأوقاف كتقول لك هادو حلول كتعتبرها حلول وكتقول لك أثمنة جد مناسبة. إوا تصوروا من 2019 وهذا العقار المحبس اللي هو كيبعد بواحد 20 كيلومتر على الدار البيضاء، ممنوع من 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 التنمية، ممنوع من البناء، ممنوع الحرفيين كلهم مضرورين، المقاولة الصغرى تضربت، كل شيء مضروب. كتلقى الإنسان جالس كيتشمش، ولا الحرفيين ديال الساحه خصهم يهاجروا يمشيو لمناطق القرى يخدموا فيها. قبل من ايامات السيفانيد وايامات ملي كانت الامور خدامه كانوا الحرفيين كيجيو من دار بوعزا، كيجيو من ازمور، كيجيونا من جديده، كيجيو يخدموا في سيد الرحال. اليوم ولا سيد الرحال ما بقاوش لقاو فين يخدموا، ولا سيد الرحال كيهاجروا على برا. ايوا حنا اضطرينا ديك الساعه، لا حنا ولا الجاليه، كنا اضطرينا لان ما بغاش يسمع لنا حتى حد، ما كانوش كيجاوبونا. ونضيف واحد المساله، حتى هذه الخبره الثلاثيه للاوقاف كتركز عليها، حتى هي لم تؤخذ واحد النزهه بواحد المسؤوليه، لانه في الخبره الثلاثيه شاروا في 200 درهم، الخبراء شاروا 200 درهم الاراضي العاريه الخلفيه، وفي المقرر الوزاري في 2018 حيدوها كاع، حيدوها 200 درهم لان هي اقرب للاثمنه للصواب واللي هي في طاقه الناس، حيدوها واحتفظوا فقط بالاثمنه اللي هي الخياليه، وميزوا ما بين البقع المجهزه والبقع العاريه، علما بان التجهيز ليس من نفقه الاوقاف، التجهيز من نفقه المستغلين سواء كانوا من الاغيار او من المحبس عليهم. وعلاش انت تميز كتولي كتحسب التجهيز اللي داروه الممالينو كتعاود تحسبوا عليهم؟ المهم هذاك الشيء القرارات الاداريه كانت كارثيه على التنميه. اليوم رحنا احنا اليوم عملنا وقفات، عملنا وقفه في 2022 كنا عملنا في سطات، عملنا وقفه اخرى في الرباط، عودنا عملنا الاخرى هذيك الساعه كانت معنا الجاليه نيت، عملنا عاوتاني في الرباط. كانوا مراسلات دارتهم الجالية عبر السفارات، دارتهم هذه واحد 4 شهور عبر 12 سفارة، وكان الجواب وزارة الأوقاف كان واحد الجواب اللي هو جواب خشبي، جواب مبهم اللي ما فيه حتى حاجة واللي فيه صافي درنا بومبا هادشي اللي كاين. اليوم عاوتاني راه الجالية عاوتاني راه عودت رسلت رسائل أخرى عبر اليوم 14 سفارة، وكاين عليه واحد كاين 50 مراسلة اليوم اللي مشات الأوقاف، ونرجو تكون واحد الاستجابة وتكون واحد المسؤوليه، واحد الامانه. المهم حنا كاين بوادر الخير اللي لمسناها اومو، دابا اليوم وزاره الاوقاف بعدا بدات كتراسل وبدات كتحاور، لان علما قبل ما كنا كنرسلوا ما كانوش كيجاوبوا، فقط كيكتفيو على بعض من المحبس عليهم في بعض واحد الجمعيه اللي كتمثلهم، وكيتناساو باقي المحبس عليهم، كيتناساو الاناث المحبس دون هذا العقار واللي ما كيملكوا فيه حتى حاجه في عنف سافر ضد حقوق المرأة، وكيتنساو الأغيار اللي كيشكلوا أكثر من 3/4 ديال المستغلين العقار، واللي حلوا محل محبس عليهم حيت فوتوا لهم حقوق انتفاء ديالهم طبقا لمدونة الأوقاف المادة 40، وكذلك طبقا لمحاضر الأوقاف اللي اعترفت بالأغيار، وكانت قالت لنا جيبوا نظائر من عقود الشراء ديالكم من أجل الإحصاء ومن أجل باش نتعاملوا معكم مباشرة. اليوم علاش كيتم تهميش الأغيار؟ وعلاش كيتم تهميش الجالية؟ وعلاش يتم الاكتفاء فقط على شخص أو شخصين أو ثلاثة في أبعد تقدير على واحد العقار اللي كيستغلوه الآلاف؟ ما يمكنش. وهذا الشيء اللي يجعل الحلول اللي كتقترح الأوقاف حلول بعيدة كل البعد عن الواقع، وحلول لا تقبل التطبيق، وزعما ما خصهاش تسمى حلول. اليوم الحمد لله سمعنا بانه كاين اطر جديده التحقت وزاره الاوقاف، حسينا بواحد البوادر ديال بعد على الاقل ديال واحد التواصل معنا، وبدا كيبان لنا في الافق راه غادي يكون واحد بوادر ديال الانفراج، لانه الحاله اليوم ليست في صالح ايا كان، لا المواطن، لا المحبس عليه، لا المحبس دونه اللي هي المراه
اللي هي المرأة المحرومة، لا المستغل، لا الجالية، لا الدولة، لا المنطقة، لا حتى وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف بنفسها كون جات جلست ودقت في الشيء، العمل اللي كانت دارت قبل راه ماشي في صالحها.